السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام مع برنامج يو أونلاين للأعمال. اليوم رح نحكي عن التسويق للأعمال وليش هو مهم وإيش هي أهم استراتيجياته. خليكم معنا. باختصار، هو أي نشاط بتقوم فيه الشركة أو صاحب العمل الهدف منه تطوير العمل والاستفادة من الفرص المتاحة، يعني زيه زي أهم ركن موجود في المؤسسة. سؤال بيطرح نفسه، هو ليش التسويق مهم لهالدرجة؟ زي ما احنا عارفين انه التسويق بيلعب دور كبير في نجاح الشركات والمشاريع وانتشارها بين الافراد، وبالتالي زيادة نسبة المبيعات. هذا غير انه بيخليها تقدر تنافس على ارض الواقع، خصوصا اذا كانت جديدة. احد الاسباب الرئيسية لفشل كتير من الشركات والمشاريع حسب الدراسات الاخيرة هو الاهمال او الفشل في تسويق المنتج او الخدمة اللي بيقدموها. اذا لا نجاح بدون تسويق. والآن خليني أعرض عليكم أفضل 10 استراتيجيات لتسويق الأعمال التجارية. أول هذه الاستراتيجيات هو التسويق عبر البريد الإلكتروني. وبهذه الاستراتيجية بتقوم الشركة بإرسال إعلان تجاري لمجموعة من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني، وهذه الطريقة فعالة جداً لأنه بنضل على اتصال مع عملائنا وبنفس الوقت بنروج لأعمالنا. وتاني استراتيجية هي تسويق المحتوى. تسويق المحتوى بيهدف إلى الوصول لجمهورنا المستهدف من خلال المحتوى المعلوماتي أو المحتوى الترفيهي. وزي ما احنا عارفين المحتوى ممكن يكون مقال، فيديو، صوت، كتب إلكترونية وغيرها وغيرها. ثالث استراتيجية وهي المدونات. كل شركة بدها تسوق منتجاتها عبر التسويق الإلكتروني لابد أنه تستخدم المدونات، خصوصا أنه هي بتتعامل مع جمهور ذكي وذكي جدا، لأنه ما بيشتريش الحاجة إلا لما يكون فاهمها صح. رابع استراتيجية وهي التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. لو أنت استخدمت موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا علشان تسوق لعمل خاص فيك، هذا الإشي بيعني أنه أنت استخدمت التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا النوع مهم جدا لإمكانية التواصل مع العميل بشكل مباشر. خامس استراتيجية هو الإعلان المدفوع لكل نقرة. هذا النموذج بيسمح لأصحاب الشركات بوضع إعلانات على منصة إعلانية بيتم الدفع مقابل كل مرة بيتم النقر على إعلانهم، والهدف هو توجيه الزائر لشراء المنتج. الاستراتيجية السادسة الملصقات والنشرات. طبعاً بيتضمن صور للمنتج ووصف لخصائصه وكمان للفوائد اللي بيقدمها، وبيتم تصميمها بشكل جذاب. الاستراتيجية السابعة الإعلان المطبوع. هو ببساطة شراء مساحة إعلانية على الوسائل المطبوعة زي الصحف والمجلات، ولكن طبعاً هذا نهج تقليدي مقارنة بالتسويق على الإنترنت. ثامن استراتيجية وهي التسويق المحال، وهذه الاستراتيجية فعالة جداً للحصول على المبيعات وعملاء جدد. الاستراتيجية التاسعة تسويق الحدث، طبعاً من خلال الأحداث المباشرة والمعارض التجارية واجتماعات الشركات. وأخيراً الاستراتيجية العاشرة الشراكات المهنية لجعل الشركة الخاصة فيك أقوى. من الأفضل أنه تبحث عن شركة أيضاً صغيرة وتقوم بينكم شراكات، يعني لو أنت شركتك بتنتج واقي من الشمس ممكن تعمل شراكة مع شركة بتنتج ملابس سباحة صديقة للبيئة. طرق الإعلانات كثيرة وطبعاً بتتغير حسب الوسيلة، ولكن زي ما حكينا أنه السوشيال ميديا من أهم هذه الوسائل لأنه قدرت تجمع بين كل الطرق، يعني صار بإمكانك تقدم إعلانك بكل الطرق صورة، فيديو أو حتى صوت. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات. استنونا في حلقة جديدة مع برنامج يو أونلاين للأعمال. سلام.